السلام عليكم طلابي، شلونكم؟ شنو الاخبار؟ وياكم الطالب محمد علي سامر من كلية الصيدلة. اليوم ان شاء الله راح ناخذ المحاضرة الاخيرة من مادة الباراسيتولوجي اللي هو الليكتشر التاسع، واللي يعتبر الجزء الثالث من مادة الهلمنس اللي هي الديدان. بداية الامر راح ناخذ كويز سريع عن الليكتشر السابق، زين، اللي هو تريماتودز، وبعدين راح نرجع للمحاضرة. زين، اول شيء نجي النقطة الأولى، حول هنا يقولنا شيستوسوما هيماتوبيوم infections can cause all of them except الشيستوسوما هيماتوبيوم تقدر تسوينا إصابات هواية ما عدا واحدة. خلينا نشوف الـ MCQ أو النقاط. A hematuria، B bladder obstruction، C portal hypertension، D urethral pain. احنا عندنا شيستوسوما هيماتوبيوم وين موقعها؟ هي وين تكون موجودة؟ موجودة باليورينار بلادر. زين، هي مين تطلع من الإنسان؟ تطلع من الإنسان عن طريق اليورين. فنشوف الشغلات اللي متعلقة بهاي الشغلات هي صحيحة، والشغلات اللي ما متعلقة هاي خاطئة، أو إذا احنا حافظيها فيعني همينة سهلة ما بيها شيء. أول نقطة أي يقولنا هيماتوريا. هيماتوريا هنا معناها انه الدم يكون ب البول يكون ب دم، فيعني هاي اكيد موجوده، هي تطلع ويا البول. ب بلادر اوبستراكشن، تقلص بالبلادر، هي قلنا وين تكون؟ باليورينر تراك، في البلادر ايضا، فهاي لها علاقه. سي بورتال هايبرتنشن، هي ما لها علاقه بالبورتال هايبرتنشن، لان هي يعني الاورده تروح للفيزلز، تروح للليفر، للكبد، هي ما تروح على الكبد اللي هي هيماتوبيوم، اللي يروحون للكبد اثنين اللي هما المنسوني والجابانيكوم. فاذا الجواب الخاطئ او اللي هو الصحيح يعتبر اللي هو الاكسبت، اللي هي نقطه سي او الوحده سي. عندك دي يورثرال بين، هاي صحيحه معناها، فالنقطه الخاطئه هي سي. ثانيا شيستوسوما كان كوز، شيستوسوما ايش تقدر تسوينا؟ ايش تسبب لنا؟ هذا السؤال نوعا ما يكون مجهول، بس من راح نقرا النقاط الـ MCQ راح نشوف يعني هو كلش يبين بعد. اي بغداد بويل، هي ما لها علاقه ببغداد بويل، بغداد بويل سوي لها ليشمانيا. لوفلر سايدروم، لوفلر سايدروم هم ما لها علاقه، هاي في الديدان راح ناخذها بالليكتشر النيماتودز، بس راح نشوفها فما لها علاقه. سي الفيولر ايكونوكوكاسز، هاي هم ما لها علاقه لان اللي تسويها اللي هي جرانيولا ايكونوكوكس مالتيلوكولاريس، همين ما لها علاقة بيها. اذا الجواب الصحيح هو بالهاريزيا، هي تسوينا بالهاريزيا، وعرفنا شنو هي بالهاريزيا، انه هي الهيماتوبيوم اللي راح تسويها تتكوم عليها الخلايا اللمفاوية والمايكروفيج، وهاي بعدين راح يسوي انفلاميشن، هذا الاسكار يا اما راح يصير بالسي ان اس، يا اما راح يصير باليوريتر، يا اما بالبلادر، وكل وحدة راح تسوينا فتشي. المهم فيعني جواب الصحيح اللي هي نقطة دي. ثلاثة final location of adults of schistosoma mansoni inhabit is، وين تصير schistosoma mansoni يعني الموقع الأخير مالتها الأدولت طبعا البالغة. أول شيء vein of vesical and pelvic plexus urinary tract، قلنا إنه هي ما لها علاقة بالurinary tract اللي قبل شوي حكيناها، urinary tract اللي هي الهيماتوبيوم. زين، mesenteric vein of sigmoidorectal region، C mesenteric vein of duodenum، D mesenteric vein of iliocecal region. هي ما لها علاقة بالنقطة C لما عدنا duodenum، فالنقطة فراح نحتار ما بين ال B وال D. الجواب الصحيح اللي هي راح تكون mesenteric vein of sigmoidorectal region، يعني نقطة B. أوكي. أربعة infectious stage of schistosoma is، شنو هي المرحلة الانفكشيس ستيج اوف شيستوسوما؟ هاي جبتها لكم يعني على مود ممكن اكو بعض الناس راح يشوفوها غريبة لان مش شابهات الاسامي، بس كل واحد يفرق. A سيركاري، B سيستيشيرسي، C سيستيشيركويد، D ميراسيديا. اول شيء النقطة دي ما لها علاقة، لان النقطة دي هي اللارفال ستيج، فيرست لارفال ستيج، فما لنا علاقة بيها، فنبقى ما بين A و B و C. خلي كل واحدة نرجعها لأصلها. السركاري من نسويها؟ أول شيء هي تسويها الشيستوسوما، فهي هاي صحيحة. زين، السيستوسيرسي من تسويها؟
السستسير يسويها التينيا صوديوم والتينيا ساجيناتا، اخذناهم. زين السستسيركويد من يسويها؟ السستسيركويد يسويها النانا دوالف تيب ورم، اللي هي القزمه يعني، هي هاي السستسيركويد، فما لها علاقه. فجواب صحيح هي سيركاري. النقطه الخامسه، شستوسوما اسيكشوال ستيج هوست از، شنو هي المرحله اللي تكون المضيف الانترميديت او الاسيكشوال ستيج بالهوست؟ شنو هي هنا؟ هل هو بالهيومن، هل هو بالكاتل، هل هو بالبيج، هل هو بالسنيل؟ قلنا اسيكشوال ستيج، زين اللارفال الاولى اللي هي ميراسيديا راح يتم اكلها عن طريق فد كائن، وبهذا الكائن راح تتحول الى سبوروسيست اللي هو السكند لارفال ستيج. زين هذا الكائن من قلنا بالشستوسوما؟ احنا قلنا الشستوسوما بس عندها اثنين، يا اما انسان يا اما حلزون. احنا شفنا انه المواقع الادولت اللي شفناها قبل شوية، ادولت وان راح يكون بهل هو بالاليوسيكل، هل هو سيجمودريكتال هاي، فهذا الادولت وان قاعد نحكي على الانسان، فالانسان هو ديفينيتيف هنا. فاذا هنا الاسكشوال ستيج راح يكون اللي هو السنيل، اوكي، الحلزون. فاذا نجي النقطة الأولى سي، النقطة الثانية دي، النقطة الثالثة بي، النقطة الرابعة اي، النقطة الخامسة دي. خلصنا من الام سي كيو، هسه راح نجي على المحاضرة. طبعا المحاضرة نوعا من الطلاسم، ليش؟ لان بها هواية حكي، بس هي من فصلها واحدة واحدة، ناخذها واحدة واحدة راح تصير سهلة. بس اذا واحد يعني شلون اقول لكم اياها، ما يفصل ما بين سبيشيز وسبيشيز، يعني نوع ونوع، هنا راح تتوه عليه. فكون كل ما هاي يركز له على نوع، بعدين شوي استراح، بعدين ركز على نوع شوي استراح، اوكي. انا همين كل ما اخلص نوع راح اخذ مراجعه سريعه عليه. انت تريد تسكبه، تريد تسمعه، كيفك، بس اذا تسمعه بعد احسن، اوكي. هسه نرجع النيماتودز. النيماتودز كنا هي الراوند وورمز، زين، الديدان الدائري او الحلقيه، خلينا نقول. زين فهنا قاعد يقولنا الانتستينال نيماتودز هاف cylindrical bodies، أجسام أسطوانية مغطاة بشنو هو؟ مغطاة بتوف أسلولر أكيوتيكل، يعني أكيوتيكل خلينا نقول مثل البشرة. فالبشرة راح تكون غير خلوية لأن أسلولر، وراح تكون توف قوية، أوكي؟ زين هنا قاعد يقول لنا sandwich between this integument and the body cavity are layers of muscle، longitudinal nerve trunks and an excretory system, a tubular elementary tract consisting of mouth, esophagus, midgut and anus runs from the anterior to the posterior extremity. The sexes are separate. The male worm is generally smaller than the female, which can produce thousands of eggs. هسه راح نجي نحكي هذا كله. اول شيء قاعد يقولنا اكو ساندويتش، زين، ايش ساندويتش؟ موجود ما بين الانتوجيمنت اللي هو الغشاء والبادي كافيتي، زين، التجويف الجسمي. يعني اكو غش، اكو انتوج، اكو شلون نقول ساندويتش، اوكي، يفصل ما بين الغشاء والتجويف الجسمي، زين، وهي طبقه من العضلات، وهي طبقه من العضلات عندها لونجيتودينال نيرف ترانكس، يعني الاعصاب مالتها تكون طوليه، الترانكس مالتها، وعدها اكسكريتوري سيستم، جهاز اخراجي، يعني شو اسمه، تخرج الفضلات مالتها. عدها تيوبلر اليمنتري تراكت، ايش يتكون من شنو هو؟ او لا، خلينا نحدد هنا بالسماي، تيوبلر اليمنتري تراكت، اوكي، مسار هضمي انبوبي، يتكون من، هسه هذا انتبهوا عليه، يتكون من ماوث، ايسوفاجوس، ميدغات، انوس، runs from the anterior to the posterior extremity. يعني هنا ايش قاعد نشوف؟ هنا بالنيماتود عندها فم، وعندها مريء، وعندها معده، وعندها شرج انوس، اوكي. ان الكريماتود ايش قلنا؟ قلنا عندها ماوث وايسوفاجوس وفارينكس، بس انوس ما عندها، هاي بيها انوس، فهذا الفرق بينها وبين. اما اللي اخذناها اول وحده سيستود، اصلا لا ماوث عندها ولا انه سعدها ولا ايش، وانما بتتغذى عن طريق الغشاء مالت الانتوجيمنت، اوكي. فالنيماتود اللي هي متكامله، احنا خلينا نقول المتكامله هي النيماتود، اللي شبه متكامله هي التريماتود، اللي ناقصه كلش، زين،
يعني اكثر واحدة بدائية اللي هي سيستود. زين، هنا قلنا السكسز ار سيبريتد، الاجناس منفصلة يعني مو خنثية، اكو ذكر واكو انثى. الذكر راح يكون اصغر من الانثى اللي which can produce thousands of eggs. زين، ان هاي انثى راح تقدر شو اسمه تكون لنا الاف من البيوض. زين، Oviparous nematodes which lay eggs. الأوفاباروز شنو هي أوفاباروز؟ هي نيماتود اللي تقدر تطينا بيوف. راح تنقسم لنا إلى ثلاثة. أوكي، ثلاثة. هاي أولاً، وهاي ثانياً، وهاي ثالثاً. أول واحدة شنو هي؟ اللي هي تطيني unsegmented egg. تطيني unsegmented egg. زين، بيوف unsegmented. والثانية تعطيني segmented egg، والثالثة تعطيني eggs containing larva، بيوض تحتوي على اليرقات. أوكي، فأول واحدة اللي هي unsegmented egg من راح يعطينا إياهم؟ راح يسوينا إياهم دودة الأسكارس lumbricoids والtrichostrichora. أوكي، segmented egg من راح يعطينا إياهم؟ راح تعطينا إياهم ancylostoma duodenale والnicator americanus. زين، eggs containing larva من راح تعطيني اياها؟ راح تعطيني اياها انتريبيوس فيرميكولاريس. اوكي، هذول كلهم راح ناخذهم هسه. عندنا يعني 1 2 3 و 4 5 بس عندنا الانسايلوستوم والنيكاتور راح ناخذها يعني اثنيناتهم يعني شلون نقول بشرح واحد. الحمد لله. زين، نجي هسه أول شيء على الترايكورس ترايكورا. شنو وضع الترايكورس ترايكورا وشنو هي وش تسوي ودورة حياتها وهاي راح ناخذها. دورة الحياة بهذا اللكتشر كلش لازم تعرفوها سالفة، لازم تصرفوها سالفة، لأن دورة الحياة مالتها كلش طويلة. أوكي، المهم الترايكورس ترايكورا اللي هي راح تكون ويب وورم. زين، ويب وورم اللي يسموها الدودة الصوتية. زين، بسبب ليش سموها ويب وورم؟ لعدها يعني تتميز بشكلها، يعني شكلها متميز يكون. الترايكورسترايكورا تعتبر شو اسمه soil transmitted helminths، يعني تنتقل من عن طريق من التراب للإنسان، من التربة للإنسان. بسبب its life cycle، خلنا نحدد أحسن. زين، because its life cycle mandates embryonic development of its eggs or larvae in the soil. It is the second most common nematode found in a human behind ascaris. ناش قاعد يقول لي، قاعد يقول لي يا طويل العمر، ليش تعتبر soil transmitted helminths؟ لأنه life cycle مالتها mandates، يعني شلون نقول تطور الجنيني راح يكون مفوض انه البيوض او اللارفا تكون بالسويل. يعني هنا دورة الحياة مالتها تكون مفوضة انه الجنين مالتها راح يتطور في البيوض او باليرقات الموجودة بالتربة، يعني بالتربة يلا راح يتطور الجنين في البيوض او باليرقات. اوكي، بالتربة راح يتطور، راح تتطور الجنين، راح يتكون الجنين بالبيوض واليرقات بالتربة. اوكي، وهنا كلش مهمة، يقول إن هي second most common nematode found in human behind ascaris. ثاني أكثر واحد أكثر نيماتود نشوفها بالإنسان هي الترايكوسترايكورا، أما أول واحدة نيماتود نشوفها بالإنسان هي الأسكارس، راح نأخذها بعد شوية. زين، school age children tend to be most heavily infected. There is no reservoir host for trichorus transmission occur when contaminated soil reach the food, drink or hands of a person and it's subsequently ingested. هنا أنا قاعد يقول لي عليها إنه أكثر الناس اللي ينصابون بها، زين، عندهم عفواً إصابات بالغة أو قوية، هم الأطفال اللي يعني أطفال المدرسة، زين، اللي بأعمار المدرسة. هنا أنا شنو هو قاعد يقول لي؟ ماكو reservoir host بالترايكورسترايكورا، زين، ماكو مصدر المرض. زين، الترانسميشن شلون يصير عندي؟ طريقة الانتقال، زين، يا أما عن طريق contaminated soil reach to the food، يعني تربة ملوثة بالترايكوسترايكورا توصل للأكل، يا أما شراب، يا أما إيدين مال إنسان and is subsequently ingested.
زين يعني ايدين بالانسان هيجي، وشون نقول يلطعها او هيجي شيء، هي بيها تراب ويلطعها يعني هيجي تقريبا، هيجي معنى مالتهم. زين therefore poor sanitary condition is a major risk factor. It is noteworthy that patients are often co-infected with the other cell transmitted helminths like escherichia and hookworm due to similar transmission modalities. نحن ايش قاعد يقول لنا؟ قاعد يقول لنا انه poor sanitary condition is a major risk factor، يعني ال شلون نقول عليها، النظافه الشخصيه او النظافه العامه اذا كانت قليله فهذا اكثر عامل خطوره. زين اذا النظافه الشخصيه كانت قليله فهو اكثر عامل خطوره. It is not worthy that patients are often co-infected with others. يقول لنا هنا انه جدير الملاحظه انه المريض ممكن انه ينصاب ايضا مع other soil transmitted helminths. من هم other soil transmitted helminths؟ يعني ديدان موجوده هم بالتربه، مثل اكسكارس او الهوكورم. الهوكورم اللي هي النيكاتور والامريكانوس اللي اخذناهم، بسبب ان الطريقه الانتقال مالته تتشابه. زين فيعني عادي ممكن انصاب، مو بس ينصاب بالترايكوستراكرا، ممكن ينصاب ايضا بالاسكارس، ممكن ينصاب ايضا بالهوكورم، فهذول كلهم ينصاب بهم وسلم لي. قاعد تشوفون هسه كله سوالف، حرفيا الليكتشر عباره عن سوالف. زين اللايف سايكل، female trichora produce 2000 الى 10000 single seed egg per day. Their characteristic eggs are barrel shaped and brown and have bipolar swellings. Eggs are deposited from human feces to moist soil or water. Moisture is essential, where after 2 to 3 weeks they become embryonated and enter the infective stage. These embryonated infective eggs are ingested and hatch in the human small intestine. او لا خلينا لهنا زين لحد انفكتيف ستيج. زين نجي هنا ايش قاعد يحكي لنا؟ هنا قاعد يقول لنا انه الفيميل الانثى راح تعطيني من 2000 الى 10000 بيضه، معلومه غير مهمه. زين هاي البيوض شنو تكون الخصائص مالتها؟ الكاركترستيك اوف ايجز راح يكون شكلها بارل شيبت، يعني شكلها مثل البرميل، وتكون جوزيه، وعدها شلون نقول تورم او انتفاخ بالقطبين مالتها، بايبولار سويلينجز، سوري تورم او انتفاخ يعني من النص، ويعني مثل ما نقول شلون نسموها، يعني هو هذا شكلها، هذا شكل ترايكوستراكورا. اوكي هذا زين. eggs are deposited from هنا قاعد يقولنا انه البيوض راح تخرج من فضلات الانسان وراح تروح للتربه الرطبه او تروح بالمي. فاما بس راح اقول لنا المويشر از اسينشال، يعني اكثر شيء بالرطبه، الرطبه هي الاساسيه. زين فهنا انا راح نحددها اكس ار ديبوزيت فروم هيومن فيس تو مويست سويل ووتر اللي هي موست از اسينشال. يقولنا هنا من راح تبقى بالتربه الرطبه بعد اسبوعين الى 3 اسابيع راح يصيرون امبرينيتد، يعني راح يصير بيها جنين. زين راح يصير بيها جنين وراح تدخل الانفكتيف ستيج. يعني شو كنت هسه احنا نقول انفكتيف ستيج يصير، او من هي انفكتيف ستيج؟ الانفكتيف ستيج هي الامبريونيتد ايج، زين البيضه اللي بيها جنين، هاي اول شغله. زين بعد شغله، شلون راح تصير هاي البيضه اللي بيها جنين؟ من راح تطلع البيضه من الانسان عن طريق الفيسس الى التربه الرطبه ومده اسبوع يعني 3 اسابيع راح يصير انفكتيف ستيج. These embryonated infective eggs are ingested and hatch in the human small intestine, exploiting the intestinal rapidiform larva as hatching stimulus. This is the location of growth and molting. The infective larva penetrate the villi and continue to develop in the small intestine. The young worm move to the large intestine cecum as a natural habitat and penetrate the mucosa to develop into adult worm. feed on tissue secretion instead of blood. الحكي اللي هنا أنا قاعد يقول لنا عليه انه البيضة اللي راح تكون بها جنين اللي هي infective stage راح يتم هضمها او بلعها، زين وراح تفقس، يعني راح تصير يرقة بالسمول انتستين مال الانسان. اوكي خلينا نحدد هنا بالهيومن سمول انتستين.
exploiting زين وراح يستغل لنا انه intestinal raptorum فارما رابدي فورم لارفا از هاتشينج ستيمولس، يعني اللي محفز انه راح تصير اكو يرقه زين او راح تفقس البيضه انه بالسمول انتستن فراح تتكون لي الطور اسمه رابدي فورم لارفا. اوكي خلي هنا راح يصير بالاحمر رابدي فورم لارفا از هاتشينج ستيمولس زين. هذا الموقع مالته بالسمول انتستن، موقع النمو والمولتنج. المولتنج يعني شرح مبسط إلها، شايفين الحية من تغير جلدها زين، من يعني تقشر جلدها وتغيرها، هاي نفس الشيء هنا راح يصير يرقة راح تقشر جلدها تطلع من جلدها القديم وجلدها على جلدها الجديد زين. The infective larva هنا اللارفا زين راح تخترق لنا الفلاي وراح تستمر عن تتطور بالسمول انتستين. يعني هنا شنو او عم احنا كم مره اخذناها، هاي ثالث مره راح ناخذها، من تخترق لنا الفلاي او تاكل الفلاي يعني طبعا راح يصير اكو دياري. طبعا هو مو مكتوب بالعرض بس هو راح يصير دياري، اذا جاب لكم راح يصير بي دياري، اي راح يصير بي دياري. اوكي زين، يقولنا هنا انه مو اخترقت الفلاي فراح تستمر بالتطور بالسمول انتستين. فهنا الدوده اليونج يعني بعدها الشابه زين راح تتحرك الى اللارج انتستين، اذا راح تتحرك الى السيكم وراح تعتبر هي الناتشرال هابيتيت زين. يعني الدوده البالغه هنا راح تصير زين، الدوده البالغه راح تصير باللارج انتستين بالسيكم. فهنا راح تخترق لنا الميوكوسا على ما تتطور الى ادلت وورمز، يعني بالسيكم بالميوكوسا راح يصير ادلت وورمز. على ما تتغذى راح تتغذان على الافرازات مال الانسجه تيشو سكريشنز بدلا من الدم. اوكي تيشو سكريشنز بدلا من الدم زين. اللايف سايكل فروم تايم اوف انجشن اوف اكس تو ديفلوبمنت اوف ميتشور وورمز takes approximately 3 months. During this time, there may be limited signs of infection in stool samples due to lack of egg production and shedding. The female Trichostrichora begin to lay eggs after 3 months of maturity. Worms commonly live about 1 year. No intermediate host is required. ناش قاعد يقول لنا إن اللايف سايكل مالتها زين من وقت البلع مال البيوض الى تطور الى الديدان الناضجه راح ياخذ تقريبا 3 شهور زين. اثناء هذا الوقت قاعد يقول لنا فالعلام الساينز زين العلامات تظهر على هذا المريض اللي صارت يعني علامات تظهر على هذا المريض راح تكون محدوده. ليش راح تكون محدوده؟ limited signs of infection in stool samples بعينات مال الغائط مالته. ليش؟ due to lack of eggs production and shedding. هي بعدها يعني بعدها ما صارت adult فما عندها بيوض، ما تقدر تكون بيوض زين. فبالستول سامبلز ما راح نلقى اكو بيوض، فلهذا السبب ما راح نقدر نعرف هاي العلامه انه هو مصاب بيها عن طريق الستول سامبل زين. يقول لك شو اسمه الفيميل راح تبدي تطينا بيوض بعد 3 شهور من الميتشورتي زين. ويقول لنا الديدان عادة تعيش مدة سنة وماكو انترميديت هوست. فهنا يعني لا عندها ريزرفا ولا عندها انترميديت هوست زين. الباثوجينيسيتي the thinner end نهاية شو نقول الرفيعة the front of the worm اللي هي شو اسمه يعني الجزء الأمامي من الدودة زين burrows into the epithelium of large intestine forming a tunnel and the thicker end hangs into the lumen. هنا اللي راح يصير عندنا انه راح تقيم هاي thinner end مال worm راح تقيم زين بالبطانة الظهارية مال لارج انتستين مال الامعاء الغليظة فراح تكون لي تونل زين مثل الانبوب. اما النهاية الثخينة زين النهاية الثخينة شنو وضعها
راح تتعلق الى باللومن وراح تتزاوج مع الدودة القريبة من عندها. اوكي يعني ثينر انت شنو وضعه؟ راح يقيم بالبطانة الظهارية مال لارج انتسن عمود يسوينا انبوبة. اما النهاية الغليظة شو اسمه راح هانز راح تتعلق بالصفيحة، ومن خلال تعلق بالصفيحة راح تتزاوج مع الدودة القريبة من عندها. This relative tissue invasion cause occasional peripheral eosinophilia. راح يسبب لنا peripheral eosinophilia. زين يعني ما عندنا peripheral circulatory، هي راح peripheral eosinophilia. طبعا هامين عندي ما اعرف اذا هي اكيد ولا لا، بس هو يعني زين. يقولنا the cecum and colon are the most commonly infected sites. اكثر الاماكن يصير بها، اكثر مواقع يصير بها اصابه من هو السيكم والكولون. زين also in heavily infected individuals the infection can be present in more distal segments of GI tract مثل عندنا descending colon والrectum. يقولنا اذا كانت عندنا اصابه كلش قويه راح تصير هي مثلا بالاطفال، فالإصابة ممكن راح تكون بالأجزاء المور ديستال، الأبعد راح تكون من الجي آي تراكت اللي هي الديسندنت كولون والريكتم. زين هنا أنا أيضا ايش راح يسبب مني؟ راح lead to iron deficiency anemia. يعني المرض راح يسوينا اياه اللي هو iron deficiency anemia. زين فقر الدم يعني iron deficiency anemia، فقر الدم اللي وأيضا نقصان الحديد. diagnosis demonstration of eggs in feces microscope. راح نشوف البيوض بالفيسز. زين اما heavy infection نستعمل شو اسمه من خلال البروتوسكوبي. البروتوسكوبي اللي هو شنو؟ هو جهاز راح يدخل بالشرج وراح يفحص من هاي الجهه وراح يفحص من عنده، هو مثل ناظور راح يكون، فهذا اسمه البروتوسكوبي. فيا اما راح نشوف عن طريق الفيسز يا اما راح ندخل جهاز بالانسان. التريتمنت نستعمل ميبندازول. هسه خلينا نعيدها بسرعه. التراكر سترايكورا، اول شيء تراكر سترايكورا هي ويب وورم، اوكي اللي هي دوده صوتيه. اكثر شيء منو راح منو ينصاب بيها؟ اللي هم اطفال المدارس. زين شلون طرق الاصابه مالتها راح تكون؟ طرق الاصابه مالتها راح تكون عن طريق يا اما الايديم مال الانسان، فراح راح مثل يعني شلون نقول يعني من ياكل بايده وهاي، فممكن راح تصير يا اما عن طريق شو اسمه الفود اللي صار بي تراب، يا اما المي صار بي تراب. زين اللي هي موجوده بي كونتامينيتد سويل طبعا. اوكي البور هايجين، البور سانيتري هايجين او سانيتري راح يكون شو اسمه بيج ريسك فاكتور. زين يقولنا مو بس هي ممكن هي سويل ترانسميتد ديزيز، اكو عندنا ايضا الاسكارس والهوكورم ايضا هي تنتقل هيج. اوكي خلصنا من هاي السوالف مالتها اللي هي بالبدايه. نجي هسه على اللايف سايكل مالتها. اللايف سايكل شنو وضعه؟ الانثى راح تعطينا من 2000 ل 10000 بيضه. خلصت هاي، اعطتنا هاي بيض. هاي البيض راح تطلع عن طريق الفيسز. طبعا هاي البيض شنو شكلها؟ راح يكون راح برميل بارل شيب وباي بولار سويلينجز وبراون راح يكون شكلها جوزي. زين راح تطلع عن طريق الفيسز، راح تروح يا اما على التربه الرطبه يا اما بالووتر، اكثر شيء بالتربه الرطبه. بعد تقريبا اسبوعين لثلاث اسابيع راح تكون شو اسمه راح يتكون داخلها جنين. زين امبريونيتد راح تكون، اذا تكون داخلها جنين فراح تكون انفكتيف ستيج. اوكي اجى الانسان عن طريق يا اما كونتامينيتد فود، كونتامينيتد ووتر، كونتامينيتد هاند اللي عن طريق السويل، اجى طبت بالانسان، راحت على سمول انتستين. من راحت على سمول انتستين راح صار عندها هاتش اللي هو راح تصير يعني راح تفقس، راح تطلع يرقه. من طلعت يرقه من اكثر شيء ساعده بهذا الشيء اللي هو السمول انتستين اكسبلويتك تو سمول انتستين، فراح تعطيني شيء اسمه فلاتيفورم لارفا. هو اليرقه مالته اسمها فلاتيفورم لارفا. اوكي مشت منا، بعدين راحت شو اسمه تغذت على الفلاي. من تغذت على الفلاي تحولت الى ادولت عفوا يونغ وورم. زين من تغذت على الفلاي تحولت الى دوده شابه. المهم هاي الدوده الشابه بعدين راحت الى اللارج انتستين. اللارج انتستين من هو اكثر شيء سيكم من او لا بالاحرى مو تحول ايه هي يونغ، راحت لارج انتستين. لارج انتستين سيكم راحت على ميوكوسا. الميوكوسا اخترقته
زين من اخترقت الميوكوسا صارت ادلت ورم خلصها منها. ايش راح تتغذى هاي الادلت ورم؟ هاي الادلت ورم راح تتغذى على التيشيو سيكريشنز بدل من الدم. هاي الدوره مالتها من ناكل لحد ما صار ادلت ورم تقريبا طويل 3 اشهر. زين ورا ما طولت 3 اشهر قلنا اكفد بهاي الفتره اكو صعوبه. شنو هاي الصعوبه؟ انه ما راح نلقى البيوض بالفيسز، فهذا الدايجنوسيس مالته راح يكون صعب، ما راح نقدر نعرفه. فهاي هي المشكله، ورا 3 اشهر راح تقدر تثيما تعطي بيوض. طبعا بيها شغلتين مهمات، لا بيها انترميديت هوست ولا عندها ريزرفر هوست. خلص من هذول الباثوجينيسيس. الثينر اند بروز راح يقيم لنا بال شو اسمه بالابيثيليوم مال اللارج انتستين، راح يسوي لنا شو اسمه تونل. اما الثيكر اند ف راح يرتبط باللومن، اتاش تو ذا لومن، وراح يتزوج مع اقرب دوده قريبه عليه. زين الاصابات اكثر مواقع الاصابات وين راح يكون؟ راح يكون بالسيكم والقولون. زين اذا كانت هيفي انفكشن، هاي الهيفي انفكشن وين راح تصير؟ هاي الهيفي انفكشن راح اكثر شيء راح تكون بالمور ديستالت، مور ديستال جي اي تي تراكت، اللي هم من هم اللي هم اس ديسندنج كولون وايضا الاركتوم. خلص معده. ايش السبب من يا مرض؟ ايرون ديفيشنسي انيميا. خلص معده. الدايجنوسيس مالته شنو وضعه؟ الدايجنوسيس مالته يا اما يكون بالفيسز نشوف اكس يعني مايكروسكوبيك، يا اما نستعمل هذا الجهاز يدخل عن طريق الشرج اللي هو بروتوسكوبي. العلاج مالتها اللي هو البندازول، مي بندازول. اوكي خلصناها سهلة، ما بيها شيء، قلت لكم على قد سالفة تصير سهلة. احنا ببداية نترجم لحد ما نخلص موضوع كامل، بعدين نحكي سالفة يصير كل السهل. فلهذا السبب هنا يعني هاي الطريقة اللي نقدر شلون نقول نفتهم الباراسايت من عندها، انه بالبداية نترجمها وبعدين شو اسمه نفهمها. بس دقائق ثواني. زين نجي على السبيشيس الثاني اللي هو انتروبيوس فيرميكولاريس. زين راح يسبب لي مرض اسمه انتروبياسيس، اما هذيك كانت ترايكوروس راح يسبب لي ترايكورياسيس، ما بيها شيء، قلت لكم على كل اسم راح يسبب مرضه. زين الانتروبيوس فيرميكولاريس تعتبر بين وورم. البين وورم شنو هي؟ يعني معنى حرفي مالتها الدوده الدبوسيه، يعني هاي بالعربي. زين يقول لك has the largest geographical distribution of any helminths. It was originally named Oxyrus vermicularis and the disease was referred to as oxyriasis for many years. It is believed to be the oldest parasite described. زين هنا انا ايش قاعد يقول لنا؟ انه هي شلون تكون عندها اكثر وحده عندها توزيع عالمي من كل الديدان اللي هي انتروبيوس فيرميكولاريس، موجوده هو منتشره كل شوية عالميا اكثر وحده. قبل كان لها اسم ثاني، قبل كان اسمها اوكسيروس فيرميكولاريس. زين اوكسيروس فيرميكولاريس، والمرض اللي سببه شنو هو؟ اوكسيرياسيس. زين يعني اسمها الحالي شنو هو؟ انتروبيوس فيرميكولاريس. اسمها القديم شنو كان؟ اوكسيروس فيرميكولاريس. اوكي زين يقولنا هي ايضا شنو هي؟ هي oldest parasite described، يعني اقدم parasite تم وصفه. زين prevalence is highest among the 5-10 years old age group and infection is uncommon in children less than 2 years old. Enterobiasis has been reported in every socio-economic level. Humans are the only natural host for the parasite. Infection is facilitated by factors including overcrowding, wearing soiled clothing, lack of adequate bathing, and poor hand hygiene, especially among young school-age children. نجي هسه نعرف هذا شنو الحكي. يقولنا أكثر شغلة أكثر انتشاراً تكون وين؟ بالأطفال اللي يكون عمرهم ما بين 5 إلى 10 سنين. زين؟ والإصابة تكون يعني غير شائعة، يعني نادرة، بالأطفال عمرهم أقل من سنتين. أوكي زين
الانتروبياسس يعتبروها شنو هو؟ يعني يعتبروها انه reported in every socio-economic level، على كل مستوى اقتصادي اجتماعي تكون موجودة الريبورت مالتها. الهيومان هو الناتشرال هوست الوحيد مالتها، زين، لهذا الباراسايت. الانفكشن راح يعني شو نقول، انتقال المرض راح يكون سهل بواسطة عدة عوامل. منو هي؟ أول شيء الازدحامات overcrowding، ثاني واحدة خلينا نكتبها بالش اسمه overcrowding، ثاني wearing soiled clothing يعني اللي هي، يا الله جت لي وطني، اللي هي الملابس اللي تكون بيها شو اسمه أتربة، زين، طبعا هي تكون أيضا contaminated. ثالث شغلة إنه عندنا poor hand hygiene اللي هي النظافة العامة تكون قليلة، زين، وخاصة إن هاي النظافة العامة تكون قليلة عند منو أكثر شيء؟ أكثر شيء طبعا راح تكون عند أطفال المدارس، زين، طبعا أطفال المدارس يعني حبيبي والله بالنظافة فد شيء. يعني مثلا يعني أني بالنسبة لي أتذكر كان عندنا أبو فلافل بصف مدرستنا، الأكل ما تفد، يعني شو أقول لكم، كلش كلش تعبان، زين، بس طيب، واحنا ايدينا متربه وقاعد نلعب طوبه وما ادري شنو، ومرات نلقى ما ادري شنو بالاكل، يعني حرفيا وعادي ناكل وماكو اي شيء. فهذا بور هايجين، زين، فاكثر شيء راح يكون شائع بالاطفال من المدارس، ما يهتمون بالنظافه، عادي يعني يلعبون هنا نشاطات، فلهذا السبب يعني ايه، زين. طبعا اكو سبب ثاني، هاي راح نشوفه في فد شويه، سبب ما ادري شلونه، زين، راح نشوف فد شويه، زين. انفكشن او صار، بس دقيقه خلينا اصل بنكر. زين، انفكشن فولوز انجستشن اوف ايجز. Infection follows ingestion of eggs, which usually reach the mouth on soiled hands or contaminated food. Transmission occurs via direct anus to mouth spread from an infected person or via airborne eggs that are in the environment, such as contaminated clothing. هنا الانفكشن شلون راح يصير؟ راح يصير عندنا انه راح ياكل البيوف، زين؟ راح ياكل البيوف. عادة راح تكون توصل للحلق، زين، reach the mouth on soiled hands or contaminated food، يعني راح توصل للحلق هاي البيوض عن طريق ايادي تكون بها اتربة بس contaminated طبعا، او طعام بي contaminated، زين. transmission occur via direct anus، ايضا transmission هاي طبعا لازم احطها مهمة لان هواي راح نحكي عنها. via direct anus to mouth spread from an infected person. هنا اكو انتقال يكون شلون، يعني مباشرة من الشرج من المخرة قبل الى الفم، راح نشوف شلون هاي نفس الشخص ممكن راح يصير بيه، زين. or via airborne eggs that are in the environment، او من خلال بيوض يعني تتطاير بالهواء يعني بالبيئة، مثل contaminated clothing يعني صارت هاي مو طارت بالهواء هاي فصارت بالملابس، فبالملابس وصارت الإصابة. تقعد تلاحظون انه احنا من اي حالة مهاجمين، حرفيا من اي حالة، من اي حيوان نتقرب له، حتى من الانسان اللي نتقرب له مهاجمين، احنا مهاجمين من كل الاحياء المجرية، زين. اللايف سايكل، راح نجي على اللايف سايكل، ناخذها شويه شويه. When swallowed via contaminated hand food or water, the eggs hatch, releasing larva. The larva develop in the upper small intestine and mature in 5-6 weeks without undergoing any further migration. The smaller male 2.5 length و 0.3 diameter و female ايش اسمه 18 long و 0.6 diameter. Copulation occur in the distal small bowel and the adult female settle in the large intestine where they can survive for up to 13 weeks. Male live for approximately 7 weeks. The adult female can produce approximately 10,000 eggs. أعرف هو أي حكيت بس راح ناخذها هسه. زين. أول شيء يقول لنا راح يتم ابتلاعها عن طريق شنو هو؟ الأيادي اللي متوسخة أو الطعام أو الماي، والبيوض راح شو اسمه؟
وهنا البيوض راح تطلق لنا اليرقات. هاي من اليوم ما راح حكيناها. زين هاي اليرقات راح تتطور زين وين؟ بالامعاء الدقيقه العلويه، يعني مثل ديود النوم. زين وراح تنضج من 5 إلى 6 أسابيع بدون انه تروح الى اي ميجريشن، يعني ما تروح الى موقع اخر، يعني بالديود النوم تبقى بالديود النوم لمده 5 6 أسابيع. اوكي هنا حكي مو مهم، يقول لنا انه الميل الصغير طوله من 2 إلى 5 ملم، والقطر مالته 0.3 ملم، الفيميل طولها 8 إلى 13 ملم، والقطر مالته 0.6 ملم. يعني بهاي شنو ننتبه على شغله، انه الفيميل كقطر كطول اكبر. زين الكوبيوليشن وين راح يصير الكوبيوليشن؟ يعني هنا شو اسمه الادولت ورم، الكوبيوليشن راح يصير بالديستال سمول باول. زين يعني راح يصير بالاحشاء او الامعاء الدقيقه الديستال اللي هي خلينا نقول مثلا الاليوم. On the adult female settle on the large intestine. وذكر بعدين هنا شنو هو مو صار copulation ورا copulation، هنا ال adult female راح تروح لل large intestine وراح تبقى عايشة هناك مدة 13 أسبوع، أما ال male راح يبقى إلى 7 أسابيع تقريبا عايش، وال female هناك قد تقدر تنتج لنا بيض 11,000 بيضة. زين A gravid female can migrate out through the anus to lay her eggs. This phenomenon usually occurs at night and is due to the drop in host body temperature at this time. The eggs embryonate and become infective within 6 hours of deposition in a cool humid climate. The larva can remain infective for nearly 2 weeks, but under warm dry condition they begin to lose their infectivity within 2 days. الحكي اللي هنا شنو هو؟ The gravid female can migrate out through the anus. زين gravid female زين اللي هو جزء اللي بي الجنين، يعني جزء المبيض، خلينا نقول مبيض مال انثى، راح يهاجر لنا الى الشرج وهناك راح يطلق لنا البيوض. زين هاي عاده الظاهره وش وقت راح تصير؟ هاي الظاهره عاده راح تصير بالليل. ليش؟ لانه راح شو اسمه راح تقل درجه حراره الجسم بهذا الوقت، فهنا البيوض الجنينيه راح تصبح انفكتيف بعد ست ساعات من انه تخرج. زين فهنا البيوض الجنينيه راح تصبح انفكتيف بعد ست ساعات من انه تخرج من الجرافيت. زين يقولنا بالجو اللي يكون رطب وبارد فانه اليرقه راح تصير انفكتيف، عفوا راح شلون نقول تستمر انه تبقى انفكتيف مده 2 أسبوع. اما بالجو الجاف والحار او الدافئ فراح تفقد الانفكتيفيتي مالتها بعد 2 يومين. زين بالكولد والهيومن اللارفا ريمين انفكتيف لمده 2 ويكس، اما بالدراي ووارم كونديشن فتخسرها بعد 2 يومين. يعني هنا قاعد نلاحظ شنو هو؟ كل ما يكون الجو بارد ورطب هاي الدودة راح تستفاد أكثر. زين pathology and pathogenesis. The migration of worms out of the GIT to the anus can cause local perianal irritation and pruritus. Scratching leads to contamination of fingers, especially under fingernails, and contributes to auto-infection. Finger sucking and snail biting may be source of recurrent infection in children. Spread within families is common. زين هنا قاعد يحكي لنا عليه شنو هو؟ يقول لنا هجرة الديدان خارج الجي اي تي الى الشرج فراح يسبب لنا فد شيء اللي هو local perianal irritation and pruritus. يعني المحيط مال الشرج راح يكون متهيج ويعني يحك، راح يصير بيه حكه. زين فالواحد من راح يحكه بايده فراح يصير اكو يعني ايده راح يصير بيها هاي البيوض، راح تكون باصابعه. زين خاصه وين بهاي اصابعه؟ خاصه يعني تحت الاظافر فينجر نيلز. زين اندر فينجر نيلز يعني تحت الاظافر، وراح تساهم بالاوتو انفكشن. زين فشلون راح يصير الاوتو انفكشن؟
انه عن طريق انه مص الاصابع او عض ال شو اسمه عض الاظافر راح يسوي لنا سورس اوف ريكرمنت انفكشن ان شولدرن، انه هاي يعني راح تصير انه اصابه راح تظهر مره لخ بالاطفال، راح ينتشر لنا بال شو اسمه يقولنا انتشار عن ويا العوائل يكون كومن. زين هنا القصد شنو يعني ايش قاعد يقول لنا؟ هجرة هاي الديدان للجي اي من الجي اي تي الى الشرج راح يسوي لنا شغلتين، اللي هو حكه بمحيط مال الشرج وايضا تهيج. فالواحد يعني هم اطفال هنا قاعد يقولون، فالاطفال من راح يحكوها باصابعهم زين، فراح راح يصير ملوثات. فاكثر شيء وين راح يصير تلوث هذا؟ اكثر شيء التلوث راح يصير تحت الاظافر زين، تحت الاظافر. فمن راح يصير تحت الاظافر راح يصير عندنا اوتو انفكشن. الاوتو انفكشن يعني هو نفس الانسان نفسه راح يعيد الاصابه لروحه زين، يعني شلون نقول بعدها هي موجوده بيك وما بيك هي زين. هذا الشيء راح يصير اوتو انفكشن، واحد مص اصبعه زين، او واحد قام يعضعض بالاظافير مالته زين بعد ما صارت كونتامينيتد زين، فهذا راح يعيد انه راح يصير اصابه مره اخرى بالاطفال زين. فلهذا السبب قاعد يقول انه الانتشار مالتها بين العوائل راح يكون شيء يعني سهل وعام يعني شائع كلش بسبب هاي الظواهر. اوكي خلصنا عنها، ما ادري شلون الموضوع يعني هذا قاعد نحكي، بس يعني يقول لك the majority of enterobiasis cases are asymptomatic, however the most common symptom is perianal pruritus especially at night caused by a hypersensitive reaction to the eggs that are laid around the perianal region by female worms which migrate down from the colon at night. Irritability and fatigue from loss of sleep occur, but the infection is relatively benign. The most common complication of infection is secondary bacterial infection of excoriated, scraped or abraded skin. الحكي اللي هنا ايش قاعد يقول لنا اياه، الاصابات اكثر شيء راح تكون asymptomatic زين، يعني ما مبين الاعراض بيها. يقول لك الموست كومن سيبتومز شنو هي؟ الموست كومن سيبتومز اللي هي راح تكون اللي هي البيري انال بروريتس اللي هي حكه بالحبل الشرج زين. فهنا ايش قاعد يقول لنا؟ خاصه بالليل هاي الحكه اكثر شيء راح تكون خاصه بالليل. ليش احنا قلنا خاصه بالليل؟ لان هي دوده تستفاد من الجو البارد زين. الجو البارد شو وقت راح يكون هذا الجو بارد؟ بالليل، لان الصبح راح تكون جو حار وجو جاف، بالليل راح يكون رطبه هاي. فاكثر شيء هاي الحادثه راح تكون بالليل، فبالليل راح يصير هذا الشيء، فراح يسوينا هايبر سنسيتيف ريأكشن، تفاعلات حساسيه للبيوض اللي راح لايت اراوند ذا بيرينال ريجن اللي راح تكون موضوعه بالمنطقه المحيط بالشرج بواسطه الفيميل وومز زين، اللي راح تهاجر which migrate down from the colon at night، اللي راح تهاجر يعني للانس من القولون بالليل، يعني هذا قاعد يعيد الحكي مره اخرى. فالاحتياجيه والتعب راح يكون راح يصير شو وقت؟ بسبب انه راح يكون عندنا قله بالنوم راح تظهر زين، فراح يصير عندنا احتياجيه وتعب من قله في النوم. لكن قلنا هنا الاصابه شنو هو؟ الاصابه راح تكون بالناين يعني حميده. ويقول لك most common complication of infection اللي هي شن هي secondary bacterial infection of excoriated skin or scrubbed or abraded skin، اللي هي scrub أو abraded يعني هو يا أما القشط بالجلد يا أما تآكل بالجلد راح يصير. أوكي من الأخير حكينا هستونا هذا الثاني شغلة، أغلب الأعراض asymptomatic، اغلب الناس اسيمتوماتيك. الاعراض العامه شنو هي؟ السيمتومز العلامات حكه بالمحيط مال الشرج خاصه بالليل، تفاعلات حساسيه راح تظهر بالبيوض، راح توضع البيوض راح توضع البيوض مالتها هاي بالمنطقه مال محيط الشرج اللي راح تهاجرنا من القولون للانس زين، فراح يصير احتياجيه وراح يصير تعب. ليش؟ بسبب قله بالنوم. فاما الاصابه هنا راح تكون حميده، واغلب الكومن كومبليكيشن مضاعفات اغلب يعني اشهر مضاعفات الاصابه راح تصير اللي هي تاكل او قشط بالجلد راح يصير السكندر بكتيريال انفكشن. الدايجنوسيس مالته راح يكون انفستيشن ريست اون ريكوجنيشن اوف ديد ادلت اللي هو تمييز الدوده البالغه الميته
زين، او شو اسمه المبيض المتميز بالستول زين، اللي هي بالاوفا او الباراسايت راح نشوفها تيست زين. يعني يا اما راح نشوف بالستول اوفا اللي هي المبيض او البيوض، يا اما راح نشوف الباراسايت نفسه ميت طالع بالستول زين. يقول لك the infection larva are visible inside the egg، ما لنا علاقة. In the perianal region the adult female worm may be visualized as a small white piece of a thread. أو لا خلينا نحددها بس باللون الأصفر. يقول لنا هنا اللارفا visible inside the egg راح يكون شنو لونها؟ راح يكون لونها قطعة بيضة صغيرة زي موجودة. يقول لك the most successful diagnosis اللي هو شنو هو اللي حكيناه وقلنا همين بالبينوم باللكت أول لكتشر اللي هو بالسيستود، سكوتش تيب أو سيلوفون تيب ميثود اللي استعملناه وين؟ بأول دودة اللي هي التينا ساجيناتو والتينا سوليوم، هل نستعمل هذا الميثود. التريتمنت يقول لك نستعمل أنتي هلمنتيك سيرب ميبندازول أو البندازول. التريتمنت مالتها هسه راح نجي على الحكي مالتها مرة لخ. المهم هسه نجي نراجع الانتريبيوس فورمكولاريس. أول شيء شنو قلنا؟ هي بين وورم اللي هي الترجمة الحرفية مالتها الدودة الدبوسية. أوكي خلص من هاي. الناتشرال هوست مالتها من هو الهيومن. الانتشار أكثر شيء وين يكون؟ أكثر شيء انتشار راح يكون ما بين أطفال عمرهم 5 إلى 10 سنين. أما الأطفال عمرهم أقل من سنتين راح يكون شيء غير شائع. اكثر شيء شلون راح يكون انتشار؟ بالاوفر كراوندينج يعني بالازدحامات، ايضا بالكونتامينيتد ووتر كونتامينيتد فود، ايضا بالسويل كلوز اللي راح تجي عن طريق مثلا الهواء، يعني من عن طريق الهواء راح تنتشر او شيء، او عن طريق اللي حكينا قبل شويه عن طريق البيري اينال والحكه والهاي وتصعد. المهم خلصنا من هذا الحكي، نجي على اللايف سايكل مالتها. اللايف سايكل مالتها شنو وضعها؟ يقول لك اول شيء انه اهم يرجع حجاها، اول شيء من كونتامينيتد لهاي الجماعه الفود والووتر الدنيا هاي، اجى الايج، الايج انجستد اوكي طبت للانسان. اول شيء راح تروح للابر سمول انتستين، راح للابر سمول انتستين هاتش هناك راح يصير بيها. من هاتش اللارفا بالابر سمول انتستين راح تظل تنمو لحد مصير يونغ. اوكي يونغ وورم زين، صارت يونغ وورم، كملت اليونغ وورم، اجتي مشت، راحت بعدين صار الكوبلينج. الكوبلينج وين راح يصير؟ راح يصير بالديستال سمول بول اللي هو ديستال سمول انتستين، صار الكوبلينج هناك. بعدها طبعا القياسات ما قاعد احكيها اللي هو الايج، طبعا الايج تعطيه 11000 بس ما راح احكي القياسات هاي مالتها شقد والفيميل شقد والميل شقد. المهم فبعدين راحت الفيميل، وين راحت؟ راحت لللارج انتستين، عندها الجرافيد اللي هو المبيض مالتها بالبيوض هاي كلها راح ينفصل عنها، راح يروح للانس، راح يروح للشرج. شو وقت اكثر شيء راح يروح؟ راح يروح بالليل زين، راح الليل هناك اطلق البيوض مالته، تقريبا راح يصير انفكتيف ورا 6 أسابيع يمكن ما ادري شو تقريبا اخذنا. المهم يقولنا اللارفا راح تبقى انفكتيف زين بالكولد والهيوميد لمده تقريبا اسبوعين زين. خلينا نشوف ايش قد بالضبط. راح تبقى تقريبا انفكتيف لمده اسبوعين زين. اما شو اسمه بالدراي دراي والوارم دراي والوارم كونديشن فراح تبقى انفكتيف لمده بس يومين. طبعا شفتها هسه قبل شويه، راح تتكون الايج مره الاخرى، راح تتطور تصير به لارفا ورا 6 ساعات. اوكي هاي حكيناها قبل شويه، من تروح للنوس ورا 6 ساعات. خلصنا هذا الحكي، ندخل على الباثوجينيسيس والسيمبتومز. يقولنا الباثوجينيسيس اكثر شيء راح يكون انه هو من تغادر من الجي اي تي راح تروح الى الانوس اللي هم الايجز، راح تسوي لنا لوكال برورايت بيري اينال برورايتس وريتيشن احتياج وحكه. يقول لك الطفل حكينا قبل شوي ميكانيزم مالته، الطفل اجى حكه فحكه يا ما دخلت باصابع، يعني دخلت جوا اظافره يا ما باصابع، فهذا الطفل بالغلط مص اصابعه او عض الاظافر مالته، صار عنده اوتو انفكشن. هاي الحاله تكون كم يعني هاي الاصابات تكون كمان بالفاميليز بالعوائل زين. الاصابات اكثر شيء تكون اسيمتوماتيك، لكن اغلب السيمبتومز مالتها راح تكون اللي هي قلناها برينال برورايتس. يقول لك خاصه بالليل، بالليل راح يصير عندنا اللي هو
ال hypersensitivity reaction. اوكي ليش هذا راح يصير بالليل؟ لان قلنا انه الدودة تحب الجو البارد والرطب فتريد بالليل، فمن بالليل راح يصير عندنا hypersensitivity reaction. من hypersensitivity reaction زين راح يصير عندنا ايضا irritation، وراح يصير عندنا ايضا اللي هو fatigue تعب، وايضا راح يصير عندنا قلة بالنوم lose of sleep. المهم خلصنا من هذا الجهة. بعد عندنا جهة بالباثوجينيسيس يقول ان عندنا الموست كومن كومبليكيشن زين اللي هي شلون نقول مضاعفات، انه راح يصير عندنا السكن سكرابت اور ابريدد هو قشط او تاكل. خلصنا من عندها ندخل على الدايجنوسيس. الدايجنوسيس مالته يا اما راح نلقى بالفيزيز، يا اما راح نلقى اوف ابورسايت، يا اما راح نشوف ان شو اسمه اللارفا بالايج داخل الايج او شو يكون شو اسمه لونها او وايت سيجمنت يعني جزء ابيض. يا اما نستعمل اكثر طريقه تشخيص مشهوره اللي هي سكوتش او سيلوفان تيب تيست. خلصنا مع ده، يبقى التريتمنت نستعمل ميبندازول والبندازول، وخلصنا من انتريبيوس والميكولارس.